أهلا وسهلا دكتور ناجي، أنت معانا على الهواء. أهلا يا أسيس نزار، أنا بيسعدني جدا إني أكون معاك في هذا البرنامج الهام جدا والأسئلة الرائعة اللي حضرتك بتطرحها، فربنا يدينا وقت ممتع مع بعضينا النهاردة. ربنا يباركك دكتور ناجي. عاوز أسألك في البداية سؤال يمكن يعتبر شخصي شوي. أنت طبيب، إلك مكانتك، جراح 25 سنة في الجراحة، ويمكن أنت حكيت هذا الشيء من قبل، لكن شو اللي دعاك أنك تعمل هذا الموضوع؟ هو إرساليتك في هذا العالم؟ شكرا، أنا بشكر الله أنه أعطاني نعمة أني أكون جراح في بريطانيا لمدة 25 سنة، والحقيقة أنا استمتعت بممارسة الجراحة وهي مهنة رائعة جدا ومفيدة للناس، وتدينا فرصة أن احنا نتعامل مع حالات صعبة لكن الرب بيعطي نجاح. في السنوات الأخيرة يا أسيس نزار حسيت أني فكر الإلحاد ابتدى يزيد جدا، وخاصة في الغرب وفي الشرق أيضا ابتدى يزيد جدا، والناس ابتدت ما تصدقش كلمة الله، ما تصدقش إن الله الخالق، ما تصدقش إن آدم خلق بصورة خاصة على صورة الله وشبهه، ما بتصدقش إنه حصل طوفان عالمي أثر على طبقات الأرض، مش بتصدق في أساسيات الكتاب المقدس. فالرب حط على قلبي إني أتخصص في هذا المجال وأدرسه بصورة دقيقة وأقدمه في برامج تلفزيونية زي ما حضرتك أشرت، وفي أيضا في مؤتمرات في مختلف بلاد العالم. والحقيقة السيس نزار لقيت عدد كبير من الشباب بيحضر في كنايسنا لكن عنده أسئلة، والأسئلة دي ما جاوبناش عليها بتفضل مؤرقة وتعباه. في واحد اسمه دان براون، ده كتب كتاب ضد المسيحية، كتب اللي هو دافنشي كود، وهو إنسان لا يؤمن بالرب يسوع، قال إنه هو صغير كان بيروح الكنيسة بانتظام، وبعدين ابتدى يدرس عن ان احنا جينا من الانفجار العظيم وجينا بالنشوء والارتقاء بتاع داروين والامور دي، فراح للقسيس بتاعه وساله، قال له انا شايف ان اللي بدرسه في المدرسه مختلف عن الكتاب المقدس. عارف القسيس بتاعه رده قال له ايه؟ قال له good boys don't ask these questions، يعني الاولاد الكويسين ما يسالوش اسئله زي كده. فراح ساب الكنيسه خالص وبعد عن الرب. ده بيورينا اهميه ان احنا ندرس هذه الامور بطريقة علمية صحيحة جدا جدا، بطريقة كتابية عشان نوضحها للعالم. الله مش ضد العلم، لكن أنه نوع من العلم؟ العلم الصحيح اللي نقدر نثبته، مش الافتراضات التخيلية زي ما هنشوف في حديثنا النهاردة.